بجد مش ممكن. الشهرة دي بريشر ابن لذينة. أنا مش عارف أعيش حياتي الطبيعية. فنز في كل حتة. إيه في النادي، في الشغل. أنا لقيت فيلم مستنيني عند الحمام بتاع الجيم. نو إيه بتهزر؟ المعجبات عاملين لي جروب على الفيسبوك اسمه محبين الشاعر وائل الغمري، ويتجوزنا كلنا نموت نفسنا. نو إيه بتهزر؟ أنا كمان زي سيمي وأولى، الفانز عاملين لي بيجز غريبة جدا، قول لي وان لهفة، لهفة أرمي، لهفة عند هبة مجدي لافرز، وكل شوية يبعتوا لي اللي هم عايزين يعملوا لهم سبيتش وتوك، لأن أنا انسبريشن وموتيفيشن برزنتيشن حاجات كده. وبيدوني في الاخر 20 مينتس بس اتكلم فيهم. طب انا احكي الهيستوري بتاعي في 20 مينتس ازاي يعني؟ وما تقوليليش ان هو بتهزري، لان انا بتكلم بجد. ايه ده، انا ما سالتكيش اصلا. ايه طب مش هتكلميني بقى عن فانزتك يا قمرية، ولا انت خايفه عليهم من الحسد؟ فانزت اه جمعي فانزي فانزيت وجمعي كنزي كنزيت. ايه يا جماعه،